إذا مررت في إدلب هذه الأيام ستجد أن معظم سكانها مشغولين بقطاف موسم الزيتون الذي لطالما انتظروه وتأملوا به خيرا، خاصة وأن حمل الأشجار هذا الموسم كان جيدا، إلا أنه ثمة مشكلة كبيرة وجديدة واجهت المزارعين هنا. الكريم السنة بشكل عام كان محصول الزيتون في المنطقة المحررة في جبل الزاوي كان جيد جدا، موسمه بشكل ممتاز، ولكن عصر الزيتون يحتاج إلى مناطق بعيدة بسبب القصف الموجود عندنا في المنطقة، وهذا يحتاج إلى تكلفة مادية كبيرة. قام الطيران الحربي الروسي منذ عدة أيام بقصف عدة معاصر للزيتون في محافظة إدلب، منهيا بذلك أمل الكثير من المزارعين في كسب ما يعينهم على تحمل تكاليف الحياة في اللحظة الأخيرة. مثل ما أنتم شايفين هي معصرة زيتون، الناس بتجيب عليها معصرة زيتون. نحن كنا عم نحوش زيتون وبعد ما تعذبنا لفترة طويلة وعمال ضلينا شغلة نص شهر وأكثر، جبنا هالزيتونات، جبنا الزيتون وجينا حطينا هون وجينا لنحصره، حملنا حالنا ورحنا رجعنا ثاني يوم لقينا الطيران الروسي ضارب هوني. إدارة المعاصر في المناطق الحدودية وعلى الرغم من كثرة الضغوطات التي تواجهها إلا أنها لم تدخر جهدا في مساعدة المزارعين القادمين من المناطق المعرضة للقصف. إيش اللي احنا عم نعاني؟ المازوت كل يوم عن يوم عم يغلى، البترول زاد، الاصلاح الاعطال الكبيره الهائله، لاني معمل هذا هي مكانات ما هي يعني شيء خفيف. قررنا كاداره معصره، نحن كاداره معصره خصم 40% اللي بيجي من هذيك المنطقه من جبل الزاويه وريف حما، وريف حما زائد ريف حلب الغربي. يقضي المزارعون اياما في قطف ثمره الزيتون التي تشكل جزءا مهما من الناتج المحلي لاكثر من 40% من اهالي محافظه ادلب. قامت قوات النظام على مدار الأربعة أعوام الماضية بحرق وقطع الكثير من أشجار الزيتون في محافظة إدلب، خاصة التي كانت قريبة من ثكناتها العسكرية. واليوم وبعد تحرير كامل المحافظة يقوم الطيران الروسي بإتمام عمل قوات النظام بقصف معاصر الزيتون، حارما بذلك فلاحي إدلب من جني محصولهم في اللحظة الأخيرة. سليمان العيدو، حلب اليوم، ريف إدلب.